انا مشوني من الشغل عشان ارائي مثيره للجدل. في واحده شغاله معايا كل يوم بتنزل ستوريز عن البلد التانيه، وانا بسكت وبروح بشتغل معاهم وما بكلمهاش كلمه عشان مش عايز اتعصب واركب نفسي الغلط. بعدها بكام يوم لقيتها بتقول لي: كريم، هو انت ليه بتدعم فلسطين؟ لا، وهي ما قالتليش فلسطين، قالت لي: ليه بتدعم الار؟ بقت تحرق دمي وبدات اتكلم معاها بطريقه وحشه. انت مالك؟ انت بتدخلي ليه؟ انا ما دخلتش، واي اكت بروفيشنال معاكي، يو شود دو ذا سيم. قعدنا ساعتين بنتكلم في الموضوع وبجيب لها التاريخ كله وهي رافضه. لقيت بقى صاحب الشغل جاي بيقول لي: انتوا ليه ما بتشتغلوش؟ قلت له: كريم بيتخانق على اللي بيحصل في العالم معايا. قال لي: ده بجد؟ قلت له: مش بتخانق، انا بقول الحق. خدني على جنب قال لي: كريم، انت بقالك فتره بننزل ستوريز وريل وكده، ده مش اصح حاجه عشان عندك فولورز كتير والكلاينتس مش هيعجبهم كده. قلت له: يعني انت عايزني اوقف المعامل؟ قال لي: لا. لقيتهم بيكلموني في يوم الاجازه النهارده بيقولوا لي: تعالى. قلت: اكيد في شغل. رحت لقيت كلهم موجودين وبيقول لي: امضي على الورقه دي. الورقه دي بتقول ان في ميوتشوال اجريمنت ان احنا الاثنين نستغنى عن بعض. مش ده بقى الحرق دمي؟ الحرق دمي ان انا قبل ما اروح طلعوني من على جروب واتساب. They were not even professional. انا حسيت بظلم شويه، بس انا ولا حاجه بالنسبه اللي بيتظلموا هناك. فانا غلطت اكبر غلط ان انا كنت بشوف الستوريز بتاعتها وما كنتش بقول لها حاجه. انا سكت على الحق وانا غلطان. انا مش هسكت على الحق، دي علامه من عند ربنا ان انا كنت اسيب الشغل وحسبي الله ونعم الوكيل.